بنحلم لبكره. اهلا بحضراتكم على الهواء. مصر حصل فيها ايه النهارده؟ مصر حصل فيها زغاريت ونواح، زغاريت لاهالي مش عارف اقول هينفع المتفوقين، لان في كتير من الناس شايفين ان مفيش متفوقين السنه دي، يعني الاولى جايبه في الادبي 96 فده ولا 98 مش عارف، كانوا متخيلين انهم هيجيبوا 101 و102 و104 زي السنوات اللي فاتت، بس في النهايه اللي جاب فوق ال 90 حاسس ان ابنه ولا بنته نجا وعاملين افراح وزغاريت وليالي ملاح، ونسبه كبيره الحقيقه مش قليله فيها شبه العزاء، ناس حاسين بغضب وحزن شديدين لان نتيجه الثانويه العامه محبطه جدا 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 بالنسبه لاحلامهم او طموحاتهم. امبارح زميلي وهو مش يعني مش سر خيري رمضان كنت معاه امبارح، وواحده من قرايبه كانت في الثانويه العامه، فوالدتها بتكلمه بتقول له خيري الحمد لله البنت نجحت، فقال لها كويس جابت كام؟ قالت له جابت 62%. فقال طب والله الحمد لله، فقلت له الحمد لله 62%، قال لي الحمد لله انا عدت من المطحنه اللي كانت حاصله السنه دي. هو السؤال المهم، هي كانت مطحنه فعلا؟ عايز اقول لكم ان معظم المتابعين اللي بيفهموا شويه في مسائل التربيه والتعليم ووضع المناهج ووضع الامتحانات والتصحيح والمراجعه منقسمين على نفسهم لفريقين. في فريق بيقول لا اللي حصل السنه دي فعلا كان مطحنه. في حاجه اسمها ان نسبه النجاح تبقى حاجه و70% بعد ما كانت حاجه و80%، 10% ده رقم كبير جدا جدا بالنسبه للثانيه، وبالنسبه للثالثه اللي هي بيسموها سنه الفراغ يبقى نسبه النجاح فيها 50.5%، 50.5 يعني نص اللي دخلوا نجحوا والنص مريح، نسب صعبه جدا. وبعدين المجاميع اللي حاصله دي مجاميع هزيله، وبيرجعوا ده للامتحانات كانت صعبه جدا جدا جدا، بل بعض الامتحانات كانت تعجيزيه بالنسبه للطلاب، وكل اب وام طبعا شايفين ان ابنهم قطع وكل الكتب اكل وبالتالي ما قصرش، فبالتالي الامتحانات ووضع الامتحانات هم اللي ظلمه. على الجانب الاخر المدرسه الثانيه بتقول يا جماعه في الدنيا ما فيش حد بيجيب نتيجه اكبر من رقم الامتحان نفسه، يعني الرقم من 100 ينفع انا اخش امتحان اجيب 101%، اجيب 104%؟ وبعدين المفروض ان مفيش حد يقفل الامتحان، اللي بيقفل الامتحان ده يبقى عبقرينه زمانه، لان الامتحان لازم يبقى فيه سنه لاصحاب القدرات الخارقه، وسنه اقل شويه لاصحاب القدرات الفائقه، وسنه اقل شويه لاصحاب القدرات العاليه، وبعدين اصحاب القدرات العاديه، وبعدين بقى اصحابنا كده اللي ما عندهمش قدرات خالص وما اساسا من ربنا ما ادهمش مخ. فالدنيا لازم تبقى ديجراديه كده بالتتالي. فطبيعي ان المتفوق يجيب 99% 98% يبقى ناقص بس 2%، واللي بعديه 97 وكذلك. وبالتالي ان شايفين نتيجه منطقيه، وفي كل دول العالم الناس كده الاوائل دايما بيجيبوا 95 و96 و97. في كل الاحوال مش انا اللي هفصل اي المدرستين اقوم، وخدوا بالكم ان الارقام ملهاش معنى الا اذا قرنت بشيء، يعني ما ينفعش اقول انا جايب مثلا 80% هعمل بيها ايه؟ هتعمل بيها ايه دي؟ لما نعرف في التنسيق هيحصل ايه؟ 80% بقى في التنسيق يتعرف ان ال 80% دي تدخلني طب ولا تدخلني زراعه ولا تدخلني حقوق ولا تدخلني بيتنا؟ كل ده هيبان، ففي النهايه اصبروا على الارقام لحد ما تقارن بمجاميع التنسيق سواء علمي او ادبي وكليات القمه وكليات الوسط علشان نعرف اللي جبناه ده ينفعنا ازاي. لكن هو الحقيقه في نقطه وحيده بس، وانا طبعا عرفت ان الدكتور احمد زكي بدر هيعلن هيعمل مؤتمر صحفي يعلن فيه كل الارقام ويعلن فيه بعض التفسيرات لكثير من الاسئله التي تدور في ذهن الناس واللي اتنشرت في الصحافه على مدار اليومين اللي فاتوا، وقرر كمان فتح باب تظلمات الطلبه من نتيجه الثانويه العامه اعتبارا من يوم الاثنين ولمده اسبوعين، يعني لمده 14 يوم كل من يرى انه ظلم في التصحيح او في المراجعه او في وضع الدرجات عليه ان هو يقدم تظلم، وسيراجع هذا التظلم، وباب الباب التظلم مفتوح لمده اسبوعين. بس السؤال اللي انا بساله لمعالي الوزير وارجو ان مش بس يجيبني عليه، ارجو ان يعدله، ليه الاوائل سته بس؟ انا سمعت مبرر، يعني احد زملائي القريب من وزاره التربيه والتعليم قال لي المبرر اللي الوزاره خدته، بس انا شايف انه مبرر واهي وغير منطقي. المبرر اللي عند وزاره التربيه والتعليم ان سنة تالتة دي هي سنة الفراغ، فكان طبيعي ان وزارة التربية والتعليم تطلع 10 اوائل
من مجموع طلاب عددهم 450,000، لكن لما يكون عندي 50,000 بس ولا 60,000 بس مش معقول اطلع منهم 10 اوائل. هو ده منطقهم، وانا شايف ان هذا منطق لا يصح. لا يجب ان يعاقب الطالب على شيء لا ذنب له فيه. بمعنى لو انا الطالب السابع على الجمهورية بالترتيب، بعد النمرة 6، بعد النمرة 6 السادسة على الجمهورية او السادسة على الجمهورية، لو انا جايب النمرة بعديها المفروض انا السابع. انا ذنبي ايه ان الوزارة ما خدتش غير 6؟ المفروض اخد السابع واكرم وتطلع صوري في الجرايد واطلع الرحلات اللي بيطلعوها واخد الهدية وعربية 28 ببنك ناصر واطلع مع رحلة الجمهورية واطلع، مش حقي انا السابع. ومش غلطتي ان الحكومة المصرية افتكست في احدى السنوات السابقة ولغت سنة 6 وبعدين افتكست تاني ورجعت سنة 6. لا انا اللي غيرتها ولا انا اللي وديتها ولا اللي رجعتها، انا طالب بيقولوا لي امين بقول امين، بيقولوا لي شمال بقول امين، بعمل كذا. تعاقبني ليه؟ عاقب من اخطأ في الغاء السنة واحدث سنة الفراغ، او جزي كفؤه لو انت شايف ان اللي عمله كان صح، مش قضيتي. بس في النهاية انا ابني لو السابع او الثامن او التاسع او العاشر او مكرر فيهم كلهم، من حقه ان ينزل اسمه في الجريدة الرسمية وينزل على البيانات انه من اوائل الجمهورية وان هو السابع علمي او السابع ادبي او السابع رياضة، ويكرم وياخد نفس الجائزة اللي هياخده نمرة 6 وياخد نفس الفلوس ويطلع هنا في مصر النهاردة وكل القنوات ويسافر الرحلات وياخد كل الجوائز. ده عدل ربنا. ما تعاقبوش ولادنا على شيء انتوا المخطئين فيه. بارك الله فيك يا دكتور بدر.